نتمنى للحكم علي القيسي الحكم العراقي في إدارة هذه المباراة بالتوفيق له، وبالتوفيق أيضا للحكم عبد الرحمن المساعد الأول وسمير جمال المساعد الثاني في هذه المباراة لدعم فريقهم بعد أن عادوا. الله الله الله، اسألوا التاريخ عن اليساس، عن عشرينيات القرن الماضي، اسألوا عن حاضرة المحيط بكل اللغات، بالدارجة أسقي، بالأمازيغية أسفي، بالبرتغالية سافيم، بكل اللغات، مهد الأصالة والعراقة والشموخ، منارة الضوء الساطع، آس في ناد يحكي قصة مدينة، ومدينة تتغنى بحب ناديها. ها هي من على المدرجات تتغنى وترفع التيفو استعدادا لانطلاق هذه المباراة. لدينا في تشكيلة الفريقين في هذه المباراة، في تشكيلة طبعا الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. نعم، هم العشاق، هم المشتين، هم القادمين خلف هذا النادي مؤازرين، ويتواجد في مباراة الليلة دائما لفريقه. هنا كرة ملعوبة خطيرة، محاولة أمام المرمى، تسديدة بالرأس لكن سهلة سهلة. واحد واحد هنا في هذا الملعب، وبعد ذلك هناك في البحرين انتصر عليه بهدف مقابل لا شيء. كرة ملعوبة، يا سلام بالرأس لكن إلى خارج أرضية الملعب. حلوة كانت النقطة، حلوة كانت المحاولة من الإنفواري كوفي وافي الذي أو كوفي دافي اللي أرسل الكرة بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب. بما يكفي بأن يعتز، بما يكفي بأن يرفع رأسه عاليا، بما يكفي بأن يكون له هيبة كبيرة. ترنجي ومحاولة للتسديد، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. أولمبيك أسفي أن يرتفع المشوار في هذه اللحظات من هذه الضربة الركنية خطيرة أمام المرمى، ومحاولة للتسديد. أوهوهو، سقوط لم يتخلى عنه الجمهور في مدينة أحيطت بسور البرتغال وحصن يحرسه جيش الشارك فاميلي. وهنا الكرة ملعوبة، أوهوهو خطيرة، جول، ضاعت. يرسل الكرة إلى الأمام عالية وطويلة في محاولة للوصول للمرمى من جديد. هنا كرة تتهيأ خطيرة، هو الله على كرة حلوة جميلة كانت من عبد الرؤوف بن قيث، سددها باتجاه المرمى لكن الكرة الجماهير. لكن هنا العكس تماما، هنا تتكسر القاعدة، القاعدة ليس لها مكان هنا في أولمبيك أسفي. هذا التونسي الذي تغنى بهذه المدينة حينما قال بأنها حاضرة المحيط. وهنا كرة، لكن ما زالت الكرة خطيرة، محاولة داخل منطقة الجزاء، قد تعبر قد تعبر، محاولة على الجانب الأيمن، ما زالت عرضية. وبالتالي صافرة كما ذكرت، وجود خطأ في كأس العالم في فترة بيليه، حساب بن خوجة، الأسماء التي بالتأكيد لمعت وتلالأت في تدريب هذا النادي الكبير. مجموعة من الأسماء في حالة انتظار، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، هنا بالرأس الكرة ملعوبة، ما زالت أخطر. وهنا كرة من غيث، وكرة تتخلص بالرأس، وهنا تسديدة أيضا خطيرة تتخلص، ما زالت أخطر. ومحاولة، الترنجي دولة يسجلون أول أهداف المباراة، وفرحة معين الشعباني بهذا الهدف الذي يسجله حمد الهوني بتسديدة قوية كان فيها واضحا تماما. عشاق الأحمر والأصفر والأسود عازمين على تسجيل أول الأهداف، الترجي يعبرون إلى مرمى أولمبيك أسفي. لاحظ اللقطة كانت من عبد الرؤوف بن غيث في الأولى، والتسديدة بعد ذلك من أكوامي وصلت على الجانب الأيمن، والتسديدة بعد ذلك في المرمى، في المرمى من حمد الهوني، يسجل أول أهداف المباراة ويتقدم لمصلحة الترجي، لمصلحة الترجي. كرة فيها سقوط، تدخل قوي في اللقطة الماضية، وهنا حكم المباراة، الكرت الأحمر يخرج، نعم يخرج الكرت الأحمر، تدخل عنيف وقوي.
قبل لحظات اليعقوبي كان عنده انذار وبالتالي يتحصل على الثاني وتحمر في هذه اللحظات. يعني هذا الرجل وأبناء تعويض يعني هذا التدخل، لكن لاحظ التدخل اللي كان في اللقطة الماضية. وزكريا الهلالي أمام المرمى، الهلالي المرابط، وأيضا أمامهم من راح نشوف من اللي راح يسدد. هذه فرصة تسديده، هو الله على الشريفة، على بن شريفة اللي أبعد الكرة الماضية. معز، نعم يعز، جميلة كانت من مرابط والتسديدة كانت إلى خارج أرضية ملعب، لكن بعد ذلك مو بعد إلى خارج أرضية ملعب، لكن الله الله الله، هذه كانت تحتاج لزاوية يعني سنتيمترات عبر بطولة كأس محمد السادس، وخصوصا في الديرب البيضاوي. هنا كرة بالراس خطيرة، ممكن جول، الله ضاعت. وأن يوسع الفارق، لاحظ اللقطة ولاحظ الرأسية ولاحظ التصدي من حارس المرمى ليتألق لكرة القدم فيما يعرف طبعا في فرصة هنا كانت إلى خارج. نعم استمعوا جيد، الحصة الأولى للمباراة، لكن هنا محاولة مرور من محمد مراد، يتلاعب الكرة، الكرة بتتخلص. نعم أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، شوط المباراة الأول ينتهي. أنستي سادتي مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية في لقاء ثمني، مع التذكير بأن الترجي طبعا يكمل المباراة وهو منقوص العدد الجزاء، لكن حكم المباراة ربع النهائي. لكن هنا اللقطة، هنا المحاولة، هنا المطالبة بوجود ركلة جزاء لمصلحة اللاعب البديل. يملأها العشق ويملأها الحب ويملأها النيجيري الملقب بالدبابة. هنا كورة خطيرة، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة كانت من ودارة، لا يمكن على الإطلاق أن تنساها جماهير الترجي. هنا كرة ملعوبة في محاولة، عمل واضح تماما، مرابط، تسديدة للمرابط لمصلحة الله الله، هذا مشهد مخيف مرعب. هنا كرة خطيرة عرضية، أوهوهو. الله يا كوفي، كوفي دافي يرسل كرة الإنفاري لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الدفاعات تبعد كلاوديو سانتي سعيدة مرة أخرى، يا سلام هذا خط بشكل جميل، محاولة للتقدم ما زالت خطيرة. وليد صباح ممكن التسديد، التألق أيضا من المعز، الكرة فيها تبادل كرات مع وليد صبار، وصلت في مكان تسديدة، لكن الكرة خطيرة وتصدى لها حارس المرمى. كرة ترجع، محاولة لمصلحة أولمبيك أسفي، 3-3 أصبحوا 4 أصبحوا 5، هذه خطيرة ممكن التعادل، تسديدة، الحمراء الصفراء صامدة، قلعت السويقة، باب السويقة ما زالت صامدة حتى هذه اللحظة، وربما تسجل. وبوبوب جول، الله، راية راية راية، نشاهد لقطة الارتداد بهذه الطريقة، لقطة الارتداد من هذه اللقطة من هذا المكان غير واضحة تماما، لا يمكن أن نحكم، لكن بالتأكيد تتخلص. عادت على الجهة اليمنى، محمد مراد ناجي، كرة من المرابط بالكعب، وصلت أمامية، الانطلاقة لمصلحة أولمبيك أسفي، المرابط المرابط، تسديدة، اسأل التاريخ عن اليوساس، اسأل التاريخ عن أسفي، اسأل التاريخ عن الأولمبيك، اسأل التاريخ، التاريخ عن محبي الشارك اليوسفي. الله الله الله، على تسديدة قوية قوية للغاية، سجل
كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة لكن تخلص من قبل دفاعات الدرجي. بينما هنا مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية